عارف نفسك؟ عارف نفسك. انا مصطفى هشام، طالب في كليه اعلام جامعه مصر وعلوم التكنولوجيا، 22 سنه. انا جاي هنا واقف النهارده علشان التجاوزات اللي حصلت في حق المصريين على الحدود. اللي حصل امبارح ده للاسف لو احنا سكتنا عليها هيتكرر كتير قوي، واحنا ما ينفعش يتكرر معانا حاجه زي كده ولو تحصل ولو لمره واحده. مات قبل كده في عصر المبارك جنود كانوا واقفين برضو على الحدود وللاسف سكتنا عليهم، كان ساعتها وزير الخارجيه بلغيت. انما دلوقتي احنا ما ينفعش نسكت ولازم يبقى في رد حاسم من المجلس العسكري، عشان المجلس العسكري لو ما طلعش رد على الكلام ده احنا عندنا في كذا سبيل ان احنا هنعرف نرد عليهم. احنا سافرنا قبل كده وانا واحد من الناس اللي سافروا قبل كده العريش ومستعد اسافر تاني، وعندي مستعدين ان انا اعمل اي حاجه لنصره العرب والمسلمين ونصره اخواتنا في غزه ونصره المصريين طبعا اولا. فريق فدائي كله مشارك النهارده ولا ايه؟ كله مشارك. للاسف كان عندنا قافله طبيه النهارده محضر لها بقى لنا كتير في امبابه، ونزلنا النهارده والناس شغاله، هم هيخلصوا هيجوا على هنا هيفطروا على هنا ان شاء الله. يعني هنفطر سوا النهارده ان شاء الله. هنفطر سوا.